هل لو أشرت لأحد في المسجد والإمام يخطب دون أن أتكلم وتكون هذه الإشارة مفهمة أن أنصت، هل هذا لو دع واحد يتكلم قلت له مأذون ولا ممنوع؟ ممنوع ولا مشروع؟ طيب هذه قائمة على أصل، ما حكم الإشارة المفهمة في الصلاة؟ لا حرج فيها. والأحاديث التي من أشار لأخيه إشارة مفهمة في الصلاة فلا صلاة له حديث باطل، حديث باطل، وبنى عليه الحنفية مذهبهم. عند الحنفية صلاة باطل، لكن الصواب ليس كذلك. ثبت أن أسماء لما جاءت عائشة في صلاة الكسوف قال شو الخطر شو الخبر، أول مرة يصلون صلاة الكسوف، فقال فأشارت أسماء بوجهها إلى السماء، في قمر كسوف فأشارت إلى السماء، هذه الإشارة للسماء إشارة مفهمة وهي في البخاري، فالإشارة ليست كلاما. فإذا جازت الإشارة في الصلاة جازت الخطبة. واحد قال لك السلام عليكم، فواحد يريد يتكلم معك أشرت بيدك، وما تتكلم لو قلت والإمام يخطب، لو قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب. أما الإشارة فمأذون فيها. طيب اللي عطس بجانبك واللي رد عليك السلام إيش تعمل معه؟ بعطيه إشارة ولما يخلص والإمام يجلس قل له يرحمك الله وعليكم السلام ورحمة الله. لما الإمام يجلس قل له عليكم السلام ورحمة الله يرحمك الله. أما أن تتكلم معه والإمام يخطب فهذا ممنوع والله تعالى.